السلام عليكم. الكلمة دي اسمها هيلب. تعال نشوف ازاي انا هقول انا ساعدت شخص في عمل شيء. قالي لما اجي اقول انا ساعدت شخص في عمل شيء او هيلب لما يجي وراها مفعول، قالي بيجي وراها حاجة من الثلاثة، يا اما تو المصدر، يا اما المصدر بس، يا اما with والاسم. يعني لما اجي اقول انا ساعدت ماما في شغل البيت، قالي هقولها بطريقة من الثلاثة، يا اما اقول I helped my mother do the housework, to do the housework, or with the housework. تاني I helped my mother يعني أنا ساعدت ماما do the housework يبقى أنا هنا جبت المصدر to do the housework يبقى أنا هنا جبت to المصدر or with the housework أو في أعمال المنزل. يبقى إذا لما أجي أقول أنا ساعدت مفعول في عمل شيء قال لي كل اللي أنا بجيبه يا مصدر يا to المصدر يا with والاسم. سلام عليكم.